انا هلا جاي رح بصير على الكفوف، انا وراي وحبيبي ودوعه بالناس، طلع ابني من المسبح الاخير، بضيق ضيق بيت جد. راح وديع يا فاجعة هزت الوسط الفني كله. توفى وديع الابن الأكبر للفنان جورج وسوف بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من إجراء عملية جراحية لتكميم المعدة. طيب إيه اللي حصل في العملية خلت الأمور توصل لكده؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو. الحكاية بدأت قبل وفاة وديع بثمان أيام لما قرر إنه يعمل عملية تكميم معدة علشان يخس ووزنه يقل. بالرغم من إنه تم الإعلان وقتها عن نجاح العملية، لكن للأسف العملية دي كان ليها مضاعفات خطيرة جداً اتسببت في وفاته للأسف. فبعد العملية بيومين حس بوجع في بطنه، وكان وقتها ناوي يسافر قطر، لكن والدته نصحته إنه يعمل فحوصات طبية عشان يطمن على نفسه قبل ما يسافر. وديع سمع نصيحة والدته وفعلاً عمل فحوصات طبية، فاكتشف إن عنده نزيف داخلي، فدخل فوراً للعمليات وكان محتاج نقل دم كتير. وبالرغم إن فصيلة دمه كانت O+ يعني نادرة جدا، فالمستشفى قدرت توفرها بالكمية المطلوبة. وبعد انتهاء العملية انتقل للعناية المركزة، لكن قلبه وقف فجأة لمدة 25 دقيقة، فكان لازم يتم صعقه بالكهرباء علشان ترجع دقات قلبه تنتظم مرة تانية، ولكنه دخل في غيبوبة. وبعدها توقفت الكلى، وبعدين اتوقفت الرئة. وكان جورج وسوف بيقول لابنه هو في الغيبوبة: قوم يا وديع، قوم يا ابني، انت روح الروح. لكن الدكتور قال لأسرته وأصدقائه إن المسألة مسألة وقت، وإنه محتاج معجزة عشان يعيش، لكن للأسف المعجزة ما حصلتش وتوفى. وكان جورج وسوف طول الوقت مع ابنه في المستشفى، ولما عرف إن وديع مات بقيت أولاده ادوله حبوب مهدئة علشان يقدر يستوعب الصدمة، لكن طبعا ده ما حصلش، وانهار جورج وسوف في عزاء ابنه، وفضل يقول لزوجته وهو بيبكي: وديع راح، يم وديع، لما الناس تناديلي بأبو وديع شو بدي قلن. وكان جورج وسوف مرتبط جدا بابن وديع لأنه ابنه الكبير ولأنه أحن أولاده عليه، وعبر قبل كده عن حبه الشديد ليه وقال: هذا دمعة عيني وحبيب القلب من جوه، وأنا مسميه جيسس على التليفون وودي، وهو الحنين تبعي والغالي وديع، أنا أبو وديع. وتم تشييع جنازة وديع جورج وسوف من كنيسة القديس نيكولاس الأشرفية على أنغام أغنية يوم الوداع بتاعة والده جورج وسوف. وفاة وديع جورج وسوف بسبب عملية تكميم المعدة خلت ناس كتير ترجع تفكر في خطورة العمليات دي. وفعلا عمليات تكميم المعدة ليها مخاطر كتيرة جدا، منها أنها ممكن تتسبب في الإصابة بنزيف شديد، وده اللي حصل لوديع. كمان ممكن تتسبب في نقل العدوى، وممكن الجسم يبقى ليه ردود فعل تحسسية من التخدير. كمان العملية دي ممكن تتسبب في إصابة الشخص بجلطات الدم، وكمان مشاكل في الرئة أو في التنفس، ممكن تتسبب في تسربات من مكان الجرح في المعدة، والتسرب المستمر بيؤدي لتكوين نصور أو عدوى متكررة في البطن. وبسبب كل المخاطر دي فإن الدكاترة دايماً بتنصح أي شخص عايز يخس إنه يلجأ لنظام غذائي صحي مع الرياضة، وإن العمليات دي تكون آخر حل يلجأ له وتكون للضرورة القصوى. لو عملت عملية تكميم معدة أو تعرف حد عملها قول لنا شايفها مفيدة ولا مضرة.